حظيت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأولوية كبيرة، وأعطى الرئيس السيسي المرأة المساحة التي تستحقها في جميع المجالات، فأصبحت تعيش عصرا من التمكين والحماية، فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقيق أحلامها دون أي تمييز أو إقصاء أو تهميش. تحظى المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأولوية كبيرة، وإعطائها المساحة التي تستحقها في جميع المجالات، فأصبحت تعيش عصراً من التمكين والحماية، فتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أي تمييز أو إقصاء أو تهميش. العصر الذهبي للمرأة المصرية تضمن زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم في الجمهورية الجديدة، كما وجه الرئيس السيسي بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة. وشدد الرئيس السيسي على مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صوناً لكرامة المرأة ومكانتها، والإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. وطالب الرئيس السيسي بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات فيما يتعلق بمثل هذه الجرائم. كما وجه الرئيس السيسي وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكفيلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة القاطنات في المحافظات الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي. اهتمام كبير حظيت به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تنفيذاً لوعده في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين، حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.